للتواصل الآن مع الأستاذ خالد أبو راشد في برنامج من حقك، أرسل رسالة قصيرة على الأرقام التالية STC 84 77 00، موبايلي 640 660، زين 746262، أو اتصل على الرقم 02-616-1100. وإذا كان لديك استفسار يمكنك ترك رسالة بالاتصال على خدمة سمعني رقم 1401. من حقك نجاوبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج من حقك مع المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد. إن شاء الله تعالى اليوم راح نستقبل استفساراتكم القانونية، استشاراتكم وأسئلتكم في أي قضايا تهمكم في القانون، في أي مسائل تتعلق بهذا الموضوع. راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 700-57499 وعلى الاسم اس على الاس تي سي 847700، موبايل 640660، وزين 746262. بداية مستمعين الكرام راح نبدأ الحلقة زي العادة مع أستاذ خالد أبو راشد. أول شيء أقول لك أستاذ خالد أهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أبو آدم السادة المستمعين، حياك الله أستاذ خالد. أستاذ خالد في البداية كالعادة يعني بدأنا بالنصيحة، اليوم إيش نصيحة اليوم للمستمعين الكرام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. دائما احنا بنلاقي للأسف الشديد عندنا البعض او حقيقة الغالبية ما بيأخذوا بمبدأ ما خاب من استشار، او ما بيستشيروا قبل ما يصدروا القرار او يتخذوا الإجراء. يعني دائما بيتخذوا الإجراء او بيقرروا، ولما لا قدر الله يقع في موقف محرج او تقع المشكلة بعدين بيسألوا. احيانا هذا الامر يؤدي الى نتيجة ممكن يحلوها، واحيانا لا، يكون السؤال جاء متأخر جدا، خاصة انه عندنا هنا قاعدة قانونية انه الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة. الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، يعني الانسان اذا ارتكب مخالفة وتم ضبطه او تم توجيه اتهام له لا يعفي ان يوضح للجهة التي تقوم بالتحقيق معها مثلا انه والله انا ما كنت اعرف القوانين، ما كنت اعرف انه هذا خطأ. الجهل بالقانون لن يعفيه وحيتحمل العقوبة. لذلك احنا اللي اتمناه اننا دائما قبل ما نتخذ اي اجراء اننا نسأل ونستشير، وبناء على الاجابة بناء على الاستشارة احنا نتخذ اجراءنا، سواء كان توقيع عقد، سواء كان قرار مثلا لا قدر الله زي طلاق او خلافه، سواء الدخول في شراكة. لانه إذا أنت أقدمت على الخطوة وقررتها وبعدين لا سمح الله وقعت في مأزق أو في حرج وبعدين تستشير، طيب بعد إيه؟ ما خلاص أنت قيد قررت وقيد اتخذت القرار، فغالب الاستشارة بتكون متأخرة وما لها قيمة. لذلك أختصر وأتمنى دائما أن الإنسان قبل ما يقدم على خطوة إن مهمة أنه يستشير مرة واثنين وثلاثة حتى قراره يكون مبني على أسس صحيحة بإذن الله. شكرا أستاذ خالد أبو راشد. مستمعين الكرام ذكر بالأرقام، تقدروا تتصلوا الآن على أستاذ خالد أبو راشد تسألوا إيش عندكم من استفسارات على الرقم 02-616-1100، أو على الخط الساخن اللي مو حاب ينتظر على الرقم 700-57-499، أو ترسلونا على الاسمس على الاستيسي 847700، موبايل 640660، وزين 746262. أستاذ خالد عندنا أولى الاتصالات من أبو محمد من مكة. أبو محمد أهلا مرحبا. ألو أبو محمد، أخ أبو محمد من مكة، السلام عليكم. طيب يبدو أنه خرج من الخط. نأخذ اتصال ثاني أستاذ خالد. أيوة. ألو مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك كريم؟ حاتم من الرياض. الاسم حاتم؟ أبو حسن. حياك الله أبو حسن، تفضل. أحييك. تفضل أستاذ خالد يسمعك وأعطينا الاستشارة كذا، و يعني حاول تختصر على أساس إنه نقدر نأخذ أكثر عدد من الاتصالات. طيب أستاذ خالد كيف حالك؟ أهلا وسهلا أبو حسن، الله يحييك، تفضل. الله يحييك أخوي. أنا أخوي قصتي بالمختصر، أقام دعوة قضائية ضد الأمن العام لدى ديوان المظالم. طيب. طبعا بعد 6 سنوات وتقريبا يعني طلع لي حكم بإلغاء التأميم، عني عندي طرف مع ذلك من الطلبات.
بإلغاء لحظة الاعتراف. يا أبو حسن صدر لك القرار بإلغاء ماذا؟ التعميم عني ورد مع هذا درج من طلبات. طيب جميل جدا، صدر لك القرار بإلغاء التعميم وانت قدمت لائحة اعتراضية. انا اثبت، انا عندي يعني عندي اثباتات، عندي بينة. طيب. عندي الأدلة، عندي البراهين اللي اثبتها للشيخ، وكذلك لائحة الاعتراب اثبتها. طيب. بالأوراق والمستندات. طيب. اللي معي. ايش النتيجة؟ دائما تقولون البينة عندي. المشكلة القضاء الأولين اللي تغيروا علي، يعني حتى بديوان مظالم يصدر الحكم تغيروا القضاء علي. طيب أبو حسن، هل صدر قرار نهائي في القضية بعد الاعتراض اللي أنت قدمته؟ هذا أنا رجعت إلى جمعية حضور الإنسان في الرياض، قرروا لي بحقي، بس يقول ما نقدر نسوي لك شيء بما أن الحكم تأيد من محكمة الاستئناف. أيوة. أيد حكم القاضي ديوان. طيب. المظالم. طيب طيب شكرا يا ابو حسن. عندي الاثباتات وعندي الادله وعندي البينه يعني. طيب شكرا. هذا اللي ما قدمته بما ان جمعيه حقوق الانسان في الرياض يعني وثقت. طيب. حقي وقالت حقي احنا ما نقدر نسوي لك شيء. طيب. لانه انت بحكم نهائي من شكرا يا ابو حسن. يعني طيب تسمع الاجابه الان. تسمع الاجابه. طيب. الان ابو الحسن استنى معنا. أيوة. تسمع الاجابه الان. احنا نبغى نوضح لك اللي هو يا ابو حسن انه انت كنت اقمت دعوه في ديوان المظالم وهذا صحيح، كان هنالك عده جلسات، قدمت انت مثلا ما لديك من بيانات ومستندات وصدر قرار. القرار اللي صدر الابتدائي انت كان لك عليه ملاحظات وانه مثلا ربما يكونوا ما اخذوا بالبيانات اللي معك، فقدمت لائحه اعتراضيه وذكرت فيها جميع ما لديك من بيانات ومستندات، ومع ذلك بعد ما درست اللائحة الاعتراضية ودرس القرار صدر القرار من دائرة التدقيق وبتأييد القرار. في الحالة هذه يا أبو حسن نظاما أصبح القرار نهائي واجب التنفيذ، يعني إحنا في جميع الجهات القضائية في مرحلة أولى ومرحلة ثانية اللي هي المرحلة الأعلى، فإذا ما صدر القرار بالمرحلة الثانية المرحلة الأعلى خلاص صار القرار نهائي واجب التنفيذ. وفعلا إجابة حقوق الإنسان صحيحة إنه طالما صدر قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة إذن هو قرار واجب التنفيذ. فيعني أتمنى أبو حسن إنه تكون لدينا قناعة حتى لو مثلا شعرنا بشيء من عدم الرضا، لكن في النهاية هذه هي الإجراءات المعمول بها سواء في المملكة أو حتى في أي دول أخرى، القرارات النهائية بتكون ملزمة واجبة التنفيذ. نعم أستاذ خالد، نذكر مستمعينا الكرام إنه ممكن تتصلوا الآن على الرقم 02-6161-100 أو على الرقم الساخن 700-5799. أيضا معنا المتصل منصور من جدة. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت أحب أني أشكركم على هذا البرنامج. الله. وأشكر هذه الإذاعة الكريمة على تقديم هذا البرنامج، وأشكرك يا أستاذ خالد أبو راشد. الله يسلمك يا منصور. أول شيء قل لي أنت كم عمرك؟ أنا عمري 12. ما شاء الله تبارك الله عليك يا منصور، وانت بتتابع البرنامج القضايا هذا يعني باستمرار؟ ايوه كيف ما اتابع، ما شاء الله تبارك الله. كم الناس هذول اللي عندهم قضايا واشياء، انا ما عمري ما شفت انت محلك. ما شاء الله عليك. طيب يا منصور هذه حاجة جدا ممتازة انه انت في سن مبكرة، وان شاء الله يا رب تعالى العمر امامك والمستقبل امامك، ولكن بتتابع مثلا برامج قضائية، بتتابع حقوق الناس، يعني هذه حاجة جدا ممتازة. قل لي يا منصور ان شاء الله انت ايش ناوي في المستقبل لما تتخرج، ايش تبغى تصير؟ الو يمكن قطع منصور معانا، لكن حقيقة يعني هذه من أجمل الشهادات إنه شاب يعني عمره 12 سنة كان بيتابع البرنامج بإذني، يعني الله يوفقه وإن شاء الله يكون محامي كبير جدا في المستقبل بإذن الله. نشكر منصور ونشكر مستمعينا أمثاله. معنا يوسف. يوسف من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك يا استاذ يوسف. الله يوفقك على كل شيء تقوم فيه. الله يجزاك خير يا رب. هو استفسار بارك الله فيك في موضوع السعي الدلاله. الدلاله. طيب اتفضل. نعم. اللي حصل انه في قصر تم بيعه لاحد الشخصيات عن طريق شخص هو اللي احضر هذا القصر وباعه لهذا الشخصيه والوكيل كان حاضر. طيب. اللي حصل انه الوكيل بعد ما فسخ وكالته رفع دعوه قضائيه يطالب فيها بسعي القصر، لم يدفع السعي في نفس الوقت ولكن على مدى اقصاد، يعني على اساس انه باخر دفعه ويتم دفع السعي. فالمتداخل الشخص الاساسي اللي احضر هذا القصر. أي. او هذا العين
عرف انه الوكيل قاعد يطالب بالسعي فحاول يلحق المحكمة عن طريق المحكمة في جدة. طيب. وصل للقاضي قال له انا اللي جبت القصر وانا اللي سلمت له، وبالتالي يفترض انه يكون تداخل في القضية. طيب. فقال ادخل كمتداخل. كمتداخل صحيح. ايوه فدخل كمتداخل اللي طيب. انا ما وصلت الدعوة لحد معين طبعا في شهود عنده كل حاجة اخذوا اقوال الشهود. حاول نختصر حاول نختصر يا استاذ. المتداخل الاصيل اللي صاحب الدعوة الوكيل الشرعي. لحظة معايا، طب لحظة معايا، صدر حكم أو لسه؟ لا لا ما لم يصدر حكم، دحين ست سنوات. ست سنوات ولم يصدر حكم، طيب إيش لم السؤال؟ لم يصدر حكم والقاضي اللي كان ماسك الدعوة اترقى على محكمة الاستئناف. صار قاضي استئناف أو تمييز. طيب. ولا زال المتداخل يبحث عن حقه. طيب إيش السؤال اللي تبغاني إن شاء الله تعالى أجاوبك عليه؟ المتداخل هل يتحول إلى صاحب دعوة؟ لأنه الآن صاحب الدعوة الأساسي اللي رفع الدعوة اللي كان وكيل للأميرة. بطل من غير. طيب طيب ما عاد هو متابع. طيب طيب الان اعطيك الاجابه. شكرا استاذ. يا هلا. طبعا الان العبره بالقضيه باطرافها، فاي انسان يتداخل في القضيه نعم يعتبر طرف في القضيه ويعتبر صاحب دعوه، فبالتالي هذا الشخص المتداخل الوسيط الذي يطالب بحقه في السعي أو حقه في الدلالة أصبح الآن طرف رسمي في القضية، والقضية سوف تنظر، فإن كان له حق حيحكم له بإذن الله تعالى. طبعا أنا ما أقدر أقول لك إذا كان يعني كم حقه كم مقداره، لأنه أنت تتحدث عن قضية لها ست سنوات فيها من التفاصيل الشيء الكثير، لكن إجابة على سؤالك إنه نعم المتداخل يصبح طرف في القضية وقد يحكم له قد لا يحكم له مثله مثل أي طرف رسمي في القضية. نعم ناخذ معنا استاذ خالد المتصلة ام محمد من الطائف. الو انا سهلا تفضل يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي استاذ خالد اسمعي. اي تفضل يا ام محمد. لو سمحتي استاذ خالد ابغى اسالك في قضية جنائية كذا. طب بس حاولي يعني من الاخير ايش السؤال اللي حابه تسالين هو. تفضلي تحت امرك. دحين الولد اللي هو متهم ثلاثة انفار مع بعض طلعوا واحد على انه شاهد مالك، كيف يطلع شاهد في القضية وهم ثلاثة مع بعض واصلا لا في ما في بينة انه الولد يعني مستدرج او نوم. والله انا ماني عارف طبعا ايش طبيعه القضيه او ايش الاتهام، لكن واضح من سؤالك انه كيف يكون طرف في القضيه وشاهد في نفس الوقت صحيح؟ لا ايوه هذا شيء ثاني. الشيء الثاني الولد دحين بيكمل سنه هو على وجه جواز لا عنده بينه ولا عنده شيء، وفوق ده كله حاطين لا حكم ولا شيء، كل ما استأنفنا طلب من الادعاء العام بينه الادعاء العام يرجع ينزل نفس الكلام انه ما في شيء ويرجع ثاني مره يطلب. طيب يعني هو طيب انا الحين لما كل ما تيجي جلسه يقول لك ما في شيخ ما في شيخ في المحكمه وحي القضاء يعني. طيب طيب اوكي انا اوضح لك الموضوع وصل هو طبعا ما في شيخ في المحكمه ابغى اعرف. طيب حاضر خلاص يوصلك ام محمد الجواب. محمد هو طبعا احنا الان في هذا النوع من القضايا بيكون فيها تحقيقات وبيكون فيها متهمين وبيكون فيها عده اطراف، فلا يمكن انه البت في قضيه على مدار سنه كامله في هذه اللحظه، لكن المهم اللي نوضحه يا ام محمد الاجراءات اللي بتحصل انه لما يكون في متهم هيئه التحقيق والادعاء العام بتتولى التحقيق بتاخذ اقوال وافادات جميع الاطراف سواء كانوا شهود سواء كانوا اطراف، بياخذوا هذه الاقوال بيجمعوا البينات ومن ثم يصيغوا لائحه اتهام، وبعدين تحال هذه القضية إلى المحكمة. يعني لا هيئة التحقيق والادعاء العام بيمثل الحق العام، أيضا المتهم ابنك من حقه أنه هو يدافع عن نفسه، من حقه أنه هو يوكل وكيل أو يوكل محامي يدافع عنه. القاضي حينظر الاتهام، لا يعني أنه حيحكم القاضي، لكن حينظر الاتهام وحيستمع لابنك، حيستمع للدفاع، حيستمع لمحاميه، من حقه أنه هو في الحالة هذه يقول هذا مثلا طرف في القضية كيف يكون شاهد، من حقه أيضا أنه هو يقول ما في أدلة علي ما في بينات، يعني لا يعني أنه في اتهام أنه أصبح خلاص مدان، لا القاضي حينظر في القضية ومن ثم يصدر قراره. أما مسألة عدم وجود قاضي فأحيانا بيكون هنالك مثلا حركة نقل في القضاء، بيكون قاضي مثلا قد يكون كلف ويتفرغ لمهمة معينة، قد يكون تم نقله مثلا أو ترقيته إلى درجة أعلى أو نقله إلى مدينة أخرى، يعني فهذه الأمور الإدارية تحصل، فعليكم المتابعة وتوكيل محامي بالنسبة للمتهم إذا رغب في ذلك عشان يوضح كل التفاصيل ويدافع عن نفسه بكل حرية إن شاء الله تعالى. يعطيك العافية أستاذ خالد. مستمعينا الكرام
نعم على الأرقام راح نكون متواصلين معكم على STC 847700 موبايل 640660 وزين 746262. وإذا حابين تتصلوا علينا مباشرة تتصلوا ممكن على الرقم 700-57499 أو على الرقم 02-6161-100. معانا المتصل الأخ علي من الطائف. ألو مرحبا أخ علي. أخونا علي السلام عليكم. طيب يبدو انه انتظر وصراحه ما ادرك كل طولنا عليه. نعم سامحنا عاد خالي وممكن نعم تتصل مره ثانيه. الاخ برضو وليد من الجوف. السلام عليكم وليد. اخونا وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت استاذ خالد عندي كده سؤالين على السريع. طيب على السريع يلا ممتاز تفضل. ايش الفرق بين السندات والكمبيالات؟ طيب هذا السؤال حلو. والسؤال الثاني ايهم اقوى؟ طيب احسن دعوة. اي واحدة اقوى؟ الحاجة الثانية اذا كنت اطالب شخص بحق مالي نعم متى اشتكي بفرق وزارة التجارة ومتى تتم الشكوى عن طريق المحكمة المستعجلة؟ ايوه طيب ماشي الحال شكرا يا استاذ. في حاجة اساسة معليش يعني كيف طيب تفضل فضلك. طيب تفضل فكرتها كذا اي تفضل. السند اذا كان فيه المدين والكبير الغارم اي يكفي التوقيع بس انهم يكفي توقيعهم يعني مو لازم بصمه او لا البصمه تضمن حقي اكثر ومعليش ويعطيكم الف عافيه وشكرا. طيب شكرا يلا ابدا انا ابدا معك بالاخير. الفرق بين التوقيع وبين البصمة هي العبرة بإثبات إنه الشخص أقر بهذا الموضوع. فإذا كان التوقيع هو اعترف فيه أو هو توقيعه فالحمد لله رب العالمين. أما إذا كان توقيع وبصمة فأكيد طبعا البصمة حتكون أفضل. ليه؟ التوقيع فيه احتمالية بسيطة إنه ينكر التوقيع يقول هذا مو توقيعي. في الحالة هذه يحال هذا التوقيع إلى الجهات الأمنية المتخصصة ويتحقق إذا كان توقيعه أو مو توقيعه. لكن البصمة ما في مجال لإنكارها لأنه إثباتها أمر وارد جدا. فإذا كان توقيعه بصمة هذا ما يقال زيادة الخير خيرين. ولكن التوقيع أيضا في حد ذاته إذا كان توقيعه هذا أمر يكتفي. أما بالنسبة لي توقيت تقديم الدعاوى سواء كان لوزارة التجارة أو للمحاكم فالأوراق التجارية بصفة عامة لها مدد محددة كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. هذه المدد إذا تم تقديمها هذه المستندات خلال هذه المدة ينظر في الأوراق التجارية بشكل مستعجل وتصدر قرارات تصدر قرارات بشكل نهائي مباشرة يعني بيكون الوقت فيها قصير جدا. يعني الشيك مدة 6 شهور الكمبيالة لها مدة السد لها مدة يمكن من الصعب التوسع بذلك. أما إذا انتهت المدة وما قدمت الشيك لوزارة التجارة في الحالة هذه تقدموا إلى المحكمة العامة كورقة دين عادية. الفرق بين الورقة التجارية والورقة العادية إنه الورقة التجارية ينظر فيها من الناحية الشكلية فقط لا غير. يعني الشيك هذا التوقيع ينحكم على طول بغض النظر في الدخول بأي تفاصيل. لكن لو انتهت 6 شهور أصبح ورقة دين عادية. في الحالة هذه تناقش التفاصيل وتناقش الإجراءات وكل شيء. لذلك إذا عندنا أوراق تجارية كالشيك أو سند لأمر أو الكمبيالة يجب أن نراعي المدد في تقديمها. إذا عدت المدد نقدمها إلى المحاكم العامة. طيب تفضل. ناخذ برضه اتصال اخ معانا ركان. ركان من مكه. ايه هلا حياك الله تفضل انت على برنامج حقك واستاذ خالد يسمعك تفضل. السلام عليكم. اهلا يا ركان اهلا وسهلا يا ركان. حبيبي انا عندي معامله لدى الامانه. طيب وقبل يومين قالوا ضاعت الامانه. قالوا لك ان المعامله ضاعت؟ ايه قالوا ضاعت. قلت كيف نطلعها؟ قالوا الله احنا عندنا اجراء في الامانه نتبعه انه هو يعني نحيل الموظف للجنه المتابعه. طيب السؤال اللي تبغى تسالني هو يعني مديني اخذ تعويض ولا لا؟ طيب يوم المحكمه ولا وفين اتجه؟ طيب شكرا. طبعا استاذ الكريم انه اول شيء ما في شيء اسمه معامله ضاعت. يعني يفترض أن المعاملة متى ما تم تقديمها إلى الجهة الحكومية وتم قيدها برقم وتاريخ أصبحت معاملة رسمية أصبحت مستندات رسمية تنقلاتها بتكون متقنة برقم وتاريخ وصادر وارد. فمسألة أن المعاملة ضاعت هذا يفترض أنه يتم التحقيق فيها ويفترض أن يساءل المتسبب في هذا الضياع. معاملات حكومية ما تضيع إذا كان فعلا ضاعت. مسألة التعويض إحنا دائما نربط التعويض أول شيء يكون فيه خطأ ثم ضرر ثم تعويض. فإذا الخطأ كان موجود
واستطعت أنك تثبت الضرر اللي أنت تضررته، من حقك أنك أنت تقيم دعوة وتطالب بالتعويض. بس أول مرة نثبت الخطأ ونثبت الضرر اللي لحق بك الناتج عن هذا الخطأ، وبعدين تطالب بالتعويض. تابع الآن المعاملة، فإن شاء الله إذا وجدوها اختصرنا الوقت، لكن إذا ثبت فعلا ضياعها هذه فيها تحقيق، فيها المسؤول. المعاملات الرسمية يفترض أنها لا تضيع. طيب ناخذ ايضا المتصل فيصل من الرياض. الاخ فيصل، الو مرحبا، حياك الله فيصل. اخوي فيصل سامعنا؟ طيب ما ادري يمكن غاب عن خط او شيء. ناخذ ابو ياسر. الو ابو ياسر من جده. ألو. اهلا وسهلا ابو ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مساك الله بالنور. عندي استفسار بسيط الله يذكره. تفضل. أيوه. باختصار. اهلا يا ابو ياسر تفضل. بالنسبة لي أنا الوالد توفى الله يرحمه وصار حصر ورثة. الله يرحمه. طيب فاكتشفنا أنه في أخو من أخواني اشترى من الوالد يعني عقار. طيب اشتراه نقدا يعني لا شيك ولا شيء، وحنا ما عندنا أي خبر عن الموضوع هذا. طيب فهو يقول أنا اشتريت، الوالد ما بلغنا الشيء هذا ولا أي عندنا أي تصرف. صار إفراغ. صار إفراغ برضو يقول أنها تباعته ولا زالت باسمه. يعني انه اشتراها برضو من الوالد كمان. طب وعنده الاخ هذا اثبات انه اشتراها؟ عنده اثباتات انه اشتراها؟ عنده اثبات من كتابة عدل و افراغ يعني فيه وشهود. يعني لحظة، في افراغ العقار اللي اشتراه اخوه افرغ باسمه. ايوه. طيب وبالنسبة للمواشي اللي اشتراها او هي لا زالت باسم الوالد، عنده اثبات عليها؟ ما المواشي ما في اوراق. المواشي يقول لك هذه حقتي من حقة ابوكم، وهي الأصل إنها تبع والدكم يعني. تبع الوالد. طيب 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 أنا أعطيك الإجابة الآن. طيب شكراً. الآن أحسن نفرق بين أمرين. دائما العبرة بالصكوك، وطالما في صك إفراغ يعني في إنسان متملك العقار باسمه، إذن الأصل إنه هو مالك هذا العقار، ومن يدعي العكس عليه الإثبات. يعني إحنا الآن بنجد إنه أخوك لديه صك باسمه إفراغ من الوالد إنه هو اشترى، إذن هذا هو الثابت أمام الجهات الرسمية. إذا أنت من حقك إنك أنت تقيم دعوة تطعن في صورية هذا البيع وتطعن في صحة هذا البيع، فالقاضي في الحالة هذه حينظر الدعوة وحيستدعي أخوك وحيتحقق. إذا ثبت للقاضي فعلا أن أخوك فعلا أشترى هذا العقار، إذا الصك حيكون سليم والعقار حيكون ملك لأخوك. أما إذا لم يثبت للقاضي أنه هو أشترى وأنه هذا البيع صوري، فيحق للقاضي أن يبطل هذا البيع ويعيد العقار إلى التركة. إذن المسألة مسألة إثباتات. هذا الشق الأول من السؤال. طيب. الشق الثاني بالنسبة للمواشي، إذا كان هي في الأصل ملكيتها للوالد وأخوك يدعي أنه هو اشتراها، فلا، هي تظل ملكيتها للوالد وعلى أخوك أن يثبت إنه أشتراها. إذا ما عنده إثبات إنه أشتراها فتظل ملكيتها لوالدكم الله يرحمه، وبالتالي هتكون للورثة. طيب نأخذ معنا المتصل سعيد. سعيد من الرياض. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياكم الله. أنا رحي. عندي استفسار سريع كذا. تفضل. السؤال الأول يقول إنه في عندنا الجد متوفي. أيوة. وفي في قطع أراضي من أبو الجد. ما شاء الله تبارك الله. إيه. فعندي هنا اللي هم الورثة رافضين إنهم يقسمون، عدا واحد يبغى يقول أنا أبغى حقي. أيوة. هي رافضين. السؤال الأول يقول لك، هل إذا وكلنا محامي هل يرفع دعوة عليهم؟ أو أنه إذا وكلت محامي بيتكفل بالقضية، وكيف طريقة تكفل المحامي بالقضية؟ هل هو خلاص يأخذها بنسبة أو بمبلغ مالي مقطوع؟ طيب. وعندي ملاحظة فقط بس بقولها لكم على السريع. أيوة. بالنسبة لوقت البرنامج أنتم قلتوا لنا أنكم مختصرين مختصرين، بينما استقبلت قبل شوي الطفل ولا وجلست تأخذون معه فترة طويلة، بينما هو حتى كل الناس يعني ودهم يأخذون أكبر قدر ممكن من المشاركة. طيب شكرا. طيب. طيب. شكرا أستاذي على ملاحظتك. هي فقط لغير بالنسبة للطفل، لأنه كان مفاجأة لينا أنه طفل عمره 12 سنة يستمع لبرنامج قضايا، وبالتالي كانت الإشادة يعني حق أكيد له.
أما بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، فإحنا سؤالك من شقين. الشق الأول إنه مجموعة ورثة ما يبغى يبيعوا وأحد الورثة يبغى يصفي، فهل من حقه إنه هو يقاضي مجموعة الورثة؟ نعم يا سيد الكريم، من حقه إنه هو يقاضيهم، وفي هذه الحالة سوف يخيروا إما أن يشتروا نصيبه أو يشتري نصيبهم. فإذا لهم ما حبوا يشتروا نصيبهم، ولا هو كان لديه القدرة إنه يشتري نصيبهم، حيأمر القضاء أو حيحكم القضاء في هذه الحالة بتصفية التركة وكل واحد يأخذ نصيبه. وأشكرك على هذا السؤال عشان نوضح للجميع إنه أي وريث طالب بحقه يجب أن يحصل على حقه، ولا يحق لباقي الورثة إنه هم يمنعوه، إما أن يدفعوا له حقه وتكون هناك مخارجة، أو يتم البيع بالكامل وكل إنسان يأخذ نصيبه. الشق الثاني بالنسبة لمسألة التوكيل المحامي، أكيد إنه هو من حقه يوكل محامي، والمحامي حيقوم بمقاضاتهم ولدى القضاء ويطالب بنصيب موكله، وفي الحالة هذه موكله حيحصل على نصيبه إما بالتراضي إذا اتفقوا الحمد لله، أو ببيع أو تصفية التركة وكل واحد يأخذ نصيبه. أما آلية الاتفاق مع المحامي فهذه تعود للاتفاق بين الطرفين، يعني في محامي مثلا بيأخذ دفعة مقدمة ودفعة مؤخرة، في محامين يأخذوا بالساعة، في محامين مثلا يأخذوا لا ما يكون في دفعة مقدمة وإنما فقط لا غير نسبة في حال التحصيل في مبلغ مقطوع، يعني هذا يكون دائما حسب الاتفاق بين الموكل وبين المحامي، متروك للاتفاق بين الطرفين. نعم. طيب نأخذ معنا الأخ رضوان. رضوان من جدة. ألو. ألو، معك أنا. تفضل رضوان، انت الهواء. ايه رضوان، ايه اعطيك العافية يا دكتور خالد. اهلا وسهلا يا استاذ رضوان. استاذ خالد، انا موظف جديد في قطاع حكومي. طيب. وطبعا تعرف انه في القطاع الحكومي فيه سنة تجريبية كاملة. طيب. تمام، وخلال السنة التجريبية يحق له فصلك بدون اي اسباب. انت علي؟ ايش الحل يا دكتور؟ انا كيف احمي نفسي؟ لا، انت مين قال لك انه في سنة كاملة هذه تجريبية ممكن يتم الفصل بدون اسباب؟ من فين جبت النظام هذا؟ نظام الخدمة المدنية، انت عارف في سنة تجريبية حق له يفصلك بدون اي اسباب. طيب، يرفع فيه التقرير والله يقول لك الموظف هذا والله غير صالح للعمل، او فهمت عليه، ويرفع فيه تقرير تظلم ممكن يفصلني. أنا إيش الحل؟ كيف أحمي نفسي في السنة هذه؟ طيب شكرا، يوصلك الجواب. أنا أعطيك الإجابة. حياتي. والله هو حقيقة أولا لو نبغى نأخذ إحنا نظام العمل والعمال، نظام العمل والعمال أعطى مدة 3 شهور هي الفترة التجريبية اللي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل بدون سبب. بالنسبة لنظام الخدمة المدنية، إذا كان فعلا هذه السنة موجودة وإنه يحق للجهة الحكومية إنهاء خدمات الموظف بدون أسباب، إذا ثبتت المسألة هذه فمعناها ما في حماية. معناته لا توجد حماية. ليه؟ لأنه هذا هو النظام. إذا ثبتت ذلك، أنا إن شاء الله حأرجع أدرس النظام ويمكن أعقب على المسألة هذه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فيما يتعلق بالسنة الأولى، إنه السنة هذه يحق للإدارة الحكومية فصل الموظف بدون أي أسباب. هذه أنا لابد أني أرجع أناقش الجزئية هذه إن شاء الله تعالى. جميل. أستاذ خالد، هنا المرسل أبو محمد يقول أنا سعودي وزوجتي أجنبية من دولة عربية، هل يحق لها العمل بالسعودية؟ نعم، بالنسبة لزوجة المواطن السعودي وأحقية العمل إنها تعمل مثلا في مكان ما، أكيد طبعا إذا حصلت على ترخيص العمل من وزارة العمل فمن حقها إن هي تعمل في أي جهة كانت، لكن بشرط إنها تحصل أولا على موافقة من قبل وزارة العمل. طيب مستمعين الكرام، أنتم تستمعون الآن إلى برنامج من حقك، معنا الأستاذ خالد أبو راشد المحامي المستشار القانوني. راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 7005799 أو على الرقم 02616100. معنا أيضا المتصل نايف من الرياض. أخوي نايف، السلام عليكم. نايف، أهلا وسهلا. عليكم السلام، تفضل. أبوي عندي عقار خدته من الصندوق البنك العقاري. طيب. وانباع العقار انباع في خلال فترة يعني في الخارج. طيب لحظة معي مين اللي باع العقار؟ العقار باع الوالد، انا كنت موكله. يعني من غير موافقة الصندوق؟ لا طبعا مع موافقة الصندوق وكذا. طيب اذا يعني باع العقار بموافقة الصندوق، اذا بيع رسمي. طيب. اي اظن بيع رسمي، انا الوالد الله يرحمه توفى، لكن الان وجدت ان الصندوق لا زال باسمي، هذا الكلام بعد 10 سنين.
أيوة. والأقساط ملزمة أنا بدفع طبعا إذا أنا باسمي. الآن حاولت أتصل بالإشارة العقار. أيوة. رافض التعامل معي في أي شكل من الأشكال. ما أدري إيش التصرف الصحيح. والله الآن طبعا هو أستاذي الكريم فيه خلل في هذا الموضوع لسبب بسيط جدا. إذا كان الوالد الله يرحمه بالوكالة باع العقار بشكل رسمي وبموافقة الصندوق، معنى هذا إنه العقار يؤول إلى المشتري الجديد بما له وما عليه من حقوق، خلاص الصندوق في الحالة هذه ما يطالبك. يتهيأ الاستخدام باعوه في مكتب عقار من غير موافقة الصندوق. أيوة. وأنهم أعطوه الأوراق الباقية أنه يروح هو يتقبل البنك يعني. وأظن هو ما سعى في الموضوع هذا. لا فعلا فعلا هنا المخالفة فعلا، أنت حتظل مسؤول أمام الصندوق، وفي هذه الحالة ما نعرف إيش شروط البيع اللي تمت بين والدك وبينه. ممكن أنت تقيم دعوة ضد هذا المالك وتطالب تصحيح الوضع، إما أنه يلتزم بما لهذا العقار من حقوق وما عليه من التزامات، وإما ممكن إبطال البيع إذا كان البيع بشكل غير صحيح. طيب شكرا أستاذ. طريقة الدعوة تقام في المحكمة العامة. أحسن تقام الدعوة في المحكمة العامة في موقن في موطن المدعى عليه، وتوضح فيها أنه تم البيع بطريقة غير صحيحة وتطالب ببطلان هذا البيع. نعم شكرا أخ نايف. معنا الآن متصل فيصل من الرياض. الأخ فيصل ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أكلم؟ إيه تفضل يا فيصل، بس أسمعنا من الهاتف بلاش الإذاعة يا فيصل. فيصل تسمعنا من الجوال؟ نعم أسمعك. إيه تفضل. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يسلمك. أنا بالنسبة لي طبعا جاني زميل لي طلب مني شراء سيارة أن تكون باسمي. أيوة. فأنا اشتريتها باسمي وبرضو جاني المعرض وتوجهت المعرض واشتريتها باسمي. طيب. وكفلني من الأشخاص برضو زميل لي. ولكن السيارة لزميلك. بالنسبة أنا المشتري والكفيل ما لها دخل في المبلغ نهائي. زي ما تقول المبلغ للشخص اللي طالع برا منها نهائي يعني. طيب وانت الآن طلبنا المعرض فاشتكى الكفيل. فالكفيل سدد المبلغ كامل وعاد عليك. الآن الكفيل جاي يطلبني. صحيح. طيب انا ما عندي يعني تعرفني ان السيارة مبلية وداري السيارة الفلاني. فاتوجه له قال له انا ما اعرف انا لي حق اني ارجع لك. يعني صاحبك ورطك يعني. صاحبك ورطك يعني. سم؟ أقول صاحبك ورطك يعني. إيه نعم صاحبي ورطني. الآن الزميل برضه ثاني الكفيل الآن بيشتكيني. الله المستعان. والله طيب. ما لي ذنب فيها يعني. تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. لا للأسف الشديد يا سيدي الكريم لك ذنب كبير جدا. ليش؟ طالما أنت تقدمت إلى المعرض واشتريت السيارة باسمك أصبحت أنت ملزم أمام المعرض أمام الدولة أمام الجهات الرسمية بسداد هذه القيمة، وجارك كفيل غارم كان يحق للمعرض أو لصاحب المعرض في هذه الحالة إما أن يشتكيك أو أن يشتكي الكفيل. الكفيل سدد، إذن فعلا نظاما من حق الكفيل أن يعود عليك بالمبلغ. يعني لو الكفيل قدم فيك شكوى لدى المحكمة العامة ثق تماما أنه سوف يحكم للكفيل عليك. ليش؟ لأنه المحكمة والقضاء لهم بالمستندات. في الحالة هذه إذا أنت دفعت المبلغ للكفيل تقيم دعوة على زميلك في المحكمة العامة وتوضح للقضاء أنه اللي استفاد من هذه السيارة وأنه المالك الحقيقي لهذه السيارة هو زميلك وإنت كنت مجرد مالك صوري أو باسمك. يعني ترى حقيقة الأمر أنت ملزم بالدفع للكفيل هذا نظاما حسب المستندات، وترفع قضية على زميلك توضح فيها للقضاء أنه هو المستفيد وهو المالك الحقيقي للسيارة. لذلك أنا ما كنت أتمنى أبدا أنه إحنا ندخل في هذه الأمور في المستقبل، وإن شاء الله تعالى ننتبه لها بإذن الله إن شاء الله تعالى. الأخ رائد من جدة. ألو رائد السلام عليكم. أينا. تفضل الأخ رائد أنت على الهواء. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا مساء النور. ترى يا اخوان انا والله لسه ما حصلت على الدكتوراه يعني محامي لي كل حلقه من وقت لكن فار خير ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله فار خير. الله يسلمك. دكتور خالد بقول لك دكتور يا سيدي تيبر
عندي استفسار. احنا كنا موظفين في شركة من الشركات الكبيرة وتم فصلنا حوالي 600 موظف بحجة إلغاء أحد الأنشطة داخل الشركة. أيوة طبعا متى الكلام هذا حصل؟ متى قديش مدى يعني كم مضى على تاريخ الفصل؟ أقل من سنة. أقل ولا أكثر؟ لا أقل من سنة. أقل أحسنت. اي نعم. طيب. بحجة إلغاء أحد الأنشطة من العقد الأساسي مع الموظفين مع الشركة. أيوة مذكور مع اسم الشركة وليس القسم. وليس القسم. طيب. والقسم اللي ألغي هذا فيه كان يعمل فعلا 600 موظف؟ اي نعم كان يعمل فيه 600 موظف. ايوة. طيب انا اوضح لك. طبعا القسم هو ما قفل لكن تحول الى شركة استراتيجية والموظفين جميعهم انهيت خدماتهم. طيب انا اوضح لك اخوي رايد اسمع الاجابة. الاصل في نظام العمل والعمال أنه إلغاء الوظائف أو إلغاء الأقسام ليس سببا مشروعا للفصل، أو بالأصح لم ينص نظام العمل في الأسباب المشروعة للفصل، أنه إلغاء نشاط، دمج وظيفة، إعادة هيكلة، نظام العمل لم ينص على ذلك، وإنما جرت بعض القضايا والتي تسمى السوابق القضائية، إنه اللجان العليا في مكتب العمل بترى إنه إلغاء قسم أو إلغاء نشاط قد يكون سبب مشروع. يعني هذه مسألة تقديرية. ليه إحنا بنقول مسألة تقديرية؟ لأن النظام ما نص عليها كنظام عمل. لا يوجد نص في نظام العمل إنه إلغاء الوظائف هذا يعتبر سبب مشروع أو دمجها أو إعادة الهيكلة. لكن لو ترجع للأحكام اللي صادرة في مثل هذه الحالات نجد إنه بعض الأحكام اللجان العليا اعتمدت أن إلغاء الوظيفة أو إلغاء القسم أو الدمج أو إعادة الهيكلة اللي ينتج عنها إلغاء استحداث وكذا يعني بتؤيد انه هذه اسباب مشروعة لانهاء الخدمة. ولان المسألة تقديرية لا يبت فيها الا اللجان العمالية في هذه المسألة. من حقكم انكم تقيموا دعوة ببطلان هذا الفصل بالمطالبة بمثلا التعويض او العودة للعمل، ونترك القرار للقضاء العمالي. وكان سؤالك يدل على مفهومية انه لابد تقام الدعوة قبل لا يمضي سنة كاملة على تاريخ الفصل، لأنه لو عدت سنة كاملة فمكتب العمل لن ينظر هذه القضية بالتقادم. شكرا دكتور خالد. طبعا نأخذ برضو متصل كريم الأخ خالد من الرياض، بس نذكر برقم الاتصال 7005799 أو الرقم 02-6161-100. أخوي خالد أنا مرحبا. خالد السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية أستاذ خالد. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية أسفين على الإزعاج. لا أبد إحنا تحت أمرك تفضل. الله يعطيك العافية أستاذ خالد. اللي يشتغل في الأقصاد ويأخذ شيكات وشخصي طبعا كيف يشتغل في الأقصاد؟ كيف معلش توضح لي الجزئية هذه، كيف يشتغل في الأقصاد يعني كيف الطريقة؟ شغال في الأقصاد يقصد يعني وبس إنه شخصي ويأخذ شيكات على الأقصاد. يعني مثلا يعطي قروض للناس ومقابل انه يضمن حقه ياخذ عليهم شيكات. اي نعم. هل النظام أي. يمنع او يسمح؟ ابي تفصيل فيها اذا تكرمت. طيب حاضر. طيب يوصلك الجواب طبعا. الله يسلمك. طبعا اذا نتكلم احنا كنشاط تجاري يفترض انه النشاط هذا ينص عليه ترخيص من قبل وزارة التجارة. لكن اذا كان انسان عنده مؤسسة مثلا تجارية ونشاطها بيع وشراء ثم يمارس نشاط يخالف النشاط المصرح له، اكيد هذه مسألة مخالفة. يعني معليش الانسان اذا اقرض صديق له قرض شخصي هذا طبعا امر مقبول، لكن انه يمارس الاقراض او التقسيط كمهنة أو كنشاط بدون ترخيص هذه أول مخالفة. المخالفة الثانية والجسيمة أستاذ الكريم إنه شيكات مؤجلة. الشيكات ليست وسيلة ضمان. إذا تم تقديم الشيك إلى وزارة التجارة فسوف يعاقب الطرفين، اللي حرر الشيك واللي استلم الشيك، لأنه الشيك يجب أن لا تكون بتواريخ مؤجلة. الشيك أداة وفاء فوري، يعني على طول يتم صرفه. البديل في هذه الحالة الكمبيالات. الكمبيالات يكون فيها تاريخ تحرير الكمبيالة وتحرير وتاريخ لاستحقاق المبلغ.
يعني كل كمبيالة بيكون فيها تاريخين، تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق، هذه هي اللي تكون مثلا كأداة ضمان للمستقبل. أما الشيكات يجب أن لا تكون بتواريخ مؤجلة، والشيك اللي بتواريخ مؤجلة بيحمل صاحبه عقوبة جزائية. فلا تحرير الشيكات كان نظامي ولا ممارسة النشاط أيضا كان نظامي، فكلا الأمرين مخالفات. طيب نأخذ معنا المتصل مهند من القطيف. مهند، مهندس حبيب مو مهند. أهلا وسهلا يا بس مهندس، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، كيفك أستاذ خالد؟ الله يسلمك ويبارك فيك. الله مهندس حبيب، تفضل. الله يسلمك. عندنا سؤالين يا أستاذ خالد. تفضل تأمر. أنا عندي مؤسسة مقاولات عامة، في عندي مهندس مدني طبعا يعني طيب. كذا خبرته. جميل. فأبغى يكون يعني يدير المؤسسة ويدير المشاريع ويجي ويضبط شيكات طيب هو سعودي ولا غير سعودي؟ هو غير سعودي، مصري. طيب زين السؤال إيه؟ فما أدري هل في شيء يحميني يعني مثلا ياخذ مشاريع يكون عليه أشياء رادة بالمستقبل؟ لا انتبه بس مهندس، في جزئية مهينة مهمة جدا. إذا كان هذا الموظف يعمل لديك فإنت صاحب المؤسسة، كونك أنت صاحب المؤسسة يعني أنت المسؤول أمام مثلا إذا أخذت مشروع مقاولات من المالك، أنت المسؤول أمام المالك وأنت المسؤول أمام الدولة. إذا هذا الموظف أخطأ فلن يحاسب هو، هذا هو مسؤول أمامك أنت، لكن أنت اللي حتتحمل أخطاء هذا الموظف طالما هو بيعمل وبيتصرف باسمك. فانتبه لهذه الجزئية. أنت ممكن تعين مدير مثلا قطاع معين ولكن برقابة معينة، ما يكون في مثلا صلاحيات كاملة، تصرف كامل، يكون رقابة محاسبة، هذا ممكن تعطيه مسؤولية وتكون فيه رقابة. لكن لو أعطيته مسؤولية كبيرة، صلاحيات كبيرة من غير رقابة، ترى أنت لأنك صاحب المؤسسة أنت اللي حتكون مسؤول أمام الغير. طيب تفضل، هذا سؤال. أعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني طبعا. في عندي عامل انا استقدمته اي، فطلع ان كفيله مسافرنا نهائي وجا بعد 3 شهور عندي، فكفيله الاولي رفع علي دعوه في مكتب العمل على اعتبار انه يفترض انه ما يرجع يعمل في نفس النشاط لمده سنتين. مفهوم، معروف الشهاده. طيب هل فعلا الان في الهيئه العليا في الرياض هل حكم فيها؟ لسه ما حكم فيها. لا، راحت من الابتدائية إلى الابتدائية. إيش قررت؟ لا لسه فيها جلسة يعني فيها جلسات. هو طيب، هو أنا بسألك سؤال، لما قبل الكفيل هذا العامل قبل يسفر العامل، هل أخذ عليه إقرار عدم العودة لمدة سنتين؟ أنا سألت قال ما أخذ عليه إقرار ولا عطى إقرار إنه لا ممانعة. جميل، يعني إذا طبعا هو لا يليق إني أنا أستبق أحكام قضية منظورة لدى الجهات القضائية، لكن يعني طالما ما أخذ عليه إقرار فهذه ممكن أنتوا تستندوا عليها في الدفاع لدى اللجان العليا وتوضح إنه هو لم يأخذ عليه قرار. يعطيك ألف عافية وشكرا. شكرا أستاذي، الله يقويك. حياك الله مهندس حبيبي. أهلا وسهلا. أيضا نأخذ معنا المتصل يوسف من جدة. يوسف. ايوه نعم. عفوا طولنا عليك، تفضل. اتكلم الحين؟ اي تفضل يا يوسف، معك تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك. يا اخوي الله يطول بعمرك، انا ما اخذ لي سياره عن طريق البنك الراجحي. يعني لا من غير اسماء يا يوسف، من غير اسماء، اخذت سياره عن طريق بنك. طيب. ايوه يوسف معك، تفضل. يمكن يوسف قطع يعني. أطبع حقيقة ووضح يوسف أنه أخذ سيارة عن طريق بنك، بس ماني عارف إيش الخلاف، لكن إيش مكان الخلاف إحنا حيكون مردنا للعقد المبرم بين الطرفين. يعني أي خلاف يحصل بين يوسف وبين البنك أرجع يا يوسف إلى العقد، لعل وعسى تكون في مادة أو مادتين أو أكثر توضح إيش الحالات في يعني اللي ممكن يتم اتخاذها في حال نشوء مثل هذا الخلاف. طيب نستقبل استقبال اتصالات، وطبعا أستاذ خالد بدون أسماء أكيد. طيب نأخذ الأخ محمد من الرياض. محمد، السلام عليكم أخ محمد. طيب ما أدري يمكن خرج من الخط، نأخذ اتصال ثاني. ألو مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، تفضل. ألو. أهلا وسهلا، أنت برنامج من حقك، الاسم كريم. أي حياك الله إبراهيم، الجاني معك. حياك الله إبراهيم، تفضل، من فين تكلمنا؟
من الرياض انا حظي معكم دائما لما اطلع من الرياض اسافر لازم تمسك الشبكه معي. يلا حياك الله يحييك يا ابراهيم الله يحييك. تفضل تفضل باستفسارك استاذ خالد اسمعك تفضل. الو اي معك يا استاذ ابراهيم تفضل. هلا خالد كيفك؟ الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك. انا اتمنى انك تكون دكتور لان صراحه دماسه الاخلاق وهالطيبه هذه بس حبيت اختصر سؤالي. الله يجزاه خير تامر. اللهم صل وسلم عليك رسول الله. الان اذا في شخص شغال في شركه ايوه بينه وبين الشركه عقد مثلا مسمى محصل او مندوب جميل أو جميل على مسمى وظيفه جميل على مسمى الوظيفه فالشركه سوى شيء تطوعي فاصبح عليه فرض تمام ايوه ها اي واضح واضح تفضل ايوه تمام فصار يشغلونه لاكثر من جهه يعني اكثر من 5 جهات ومعطينه راتب حق يعني موظف واحد ويستغلوه لاربع موظفين. فهمت عليك. هل من حقه انه يعني لما طالب قالوا له تبغى حياك ما تبغى ايوه السلامة. ما في حاجه اسمها مع السلامه ابد. انا اوضح لك الاجابه. كل ما حصل هذا مخالفات من قبل هذه الشركه. ليش؟ في نظام العمل العبره بعقد العمل. مسمى الوظيفه التي عين عليها هي المسؤول انه هو يعمل عليها. وهنالك ماده صريحه في نظام العمل تنص على انه لا يحق ولا يجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل باي اعمال تختلف عن أعمال الوظيفة التي عين عليها. هذه مادة واضحة وصريحة. فكون إنه العامل مثلا من تلقاء نفسه في مرة من المرات عمل على سبيل يعني الفزعة وعلى سبيل التبرع هذا لا يعني إلزامه. فالعامل لو تقدم بشكوى إلى مكتب العمل وأشار في هذه الشكوى إنه هو عين على وظيفة كذا وإنه هو ملزم بأن يعمل الأعمال المعينة هذه سوف يحكم له قطعا. فلا يحق للشركة لا تكليف العامل بأعمال أخرى تختلف عن أعمال وظيفته ولا بتكليفه أن يعمل أكثر من عدد ساعات الدوام الرسمية إلا بمقابل نعم. خارج دوام. طيب يعطيك العافية أخوي إبراهيم الجهني من الرياض. نأخذ أيضا المتصل نايف السالمي من مكة. أخوي نايف السلام عليكم. أي نعم. أي حياك الله تفضل أنت على الهواء وأعطينا القضية واختصر في الموضوع إن شاء الله. الله يكرمك تفضل. السلام عليكم. أهلا يا نايف. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك يبارك فيك. عندي صديق لي من الجنسية التونسية شغال حلاق. طيب. ويحب يستقدم زوجته بس على كفالتي أنا وحسب ما عرفت صار إنه ما في استقدام خادمة منزلية من الجنسية التونسية. طيب. فما أدري إلا لازم يقول لي إنه يجيبها ويزبطها يعرف أحد شخص معين يزبطها بس ما أدري أنا خايف إنه يكون غير قانوني أو حاجة زي كذا. طبعاً. يعني مسألة التظبيط هذه تخوف كثير لأنه غالبا ما حتكون غير قانونية. فانتبه لأنه إذا كان النظام بيسمح لمهن معينة باستخدام زوجاتهم ومهن أخرى غير مقبول استخدام زوجاتهم فهذا نظام. إلا إذا كان هنالك استثناء مثلا رسمي بأمر صريح هذه مسألة أخرى لأنه كل قاعدة لها استثناءاتها. بخلاف النظام بخلاف الاستثناء الرسمي فأي تظبيط فهو مخالف للقانون. فانتبه لهذه الجزئية وأنا أشكرك على سؤالك من بدري عشان أنت تكون حريص. أحسنت. شكرا أخلاق. شكرا أخلاق. أيضا معنا الأخ محمد من رفحة. السلام عليكم. ألو. أهلا سارة تفضل. دكتور خالد. أهلا وسهلا يا محمد. أهلا وسهلا. كيف حالك دكتور؟ الله يسلمك ويبارك فيك دكتور خالد. أنا بعطيكم إنجاز صراحة لضيق الوقت. أحسن جزاك الله خير. شكرا. أنا عندي فقدت سلاح. أيوة مرخص مرخص السلاح هذا الشرطة. إي أني فاقد السلاح. طيب رسل أوراقي إلى منطقة غير المنطقة اللي أنا فيها. طيب فاتصل علي قال نبغى حضورك يعني ماني عارف يقول لي يجي عليك غرامة أو سجن. طيب أحضر أحضر يا محمد أحضر. يعني عليها هي سجن يجي عليها سجن شيء دكتور؟ والله شوف احمد انا ما اقدر طبعا استبق لانه هذه لها لوائح لها انظمه. هل السلاح هذا مرخص مو مرخص التحقيق. طيب احسن التحقيق ايضا نتائج التحقيق يعني كيف تم مثلا فقدان هذا السلاح. انا يعني لا جاوبني الان احنا ما بنحقق بس اديك بصفه عامه يعني تمام صح. هل هو كان اهمال او هو كان بامر مثلا لا ارادي هل هو سرقه لانه اكيد يعني هذا السلاح اختفى فمساله مهمه. فاحنا ما نستبق الامور. انت يفترض اول شيء انك تستجيب
تجيب لهذه الجهة مباشرة توضح لهم كامل الحقائق كامل التفاصيل, وإن شاء الله تعالى يعني نتأمل خير بإذن الله. بس لابد أنك تستجيب, لابد أنك تحضر, لابد أنك توضح كل اللي عندك وترك الباقي على الله. سابقة دكتور؟ نعم لا السوابق تختلف, تختلف أكيد يعني طبعا إحنا عندنا لوائح في لها عقوبات وفي لها أيضا ممكن إنه إعفاءات, فتختلف كل حالة على حدة, كل حالة تختلف على حدة. أنت روح عرفت كيف ووضح كل اللي عندك وإن شاء الله تعالى خير بإذن الله. بس طلب طالما طلب من جهة رسمية لابد إنه إحنا نستجيب بإذن الله تعالى. شكرا. الله يحييك إن شاء الله. أهلا وسهلا. مستمعينا الكرام وصلنا إلى فاصل أذان العصر من مكة المكرمة, راح نكمل معكم بعد الفاصل معي فؤاد الأهدل والأستاذ خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني, وراجعين لكم على طول, خلوكم معنا. مستمعينا الكرام عدنا إليكم, تقبل الله منا ومنكم الطاعات إن شاء الله تعالى. نحن في برنامج من حقك صراحة داهمنا الوقت مع أستاذ خالد أبو راشد جزاه الله خير المستشار القانوني والمحامي المعروف, وأنا كنت معكم في البرنامج فؤاد الأهدل. الحقيقة اليوم ما شاء الله أستاذ خالد جاتنا اتصالات كثيرة من أنحاء المملكة المختلفة, من الرياض, من جدة والجوف والطائف ومنطقة القطيف كذلك ورفحة. صراحة نشكرهم جميعا ونشكر اتصالاتهم, وفي الأخير نحب نقول لك أستاذ خالد شكرا, وإذا كان من نصيحة أخيرة مثلا. لا أكيد هو الشكر ليك أستاذ فؤاد, لإذاعة ألف ألف, لكافة الأساتذة الأخوان المتصلين على ثقتهم الكريمة, وأكيد نقدم اعتذارنا للاتصالات اللي ما تمكننا من الإجابة إليها, وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء في نفس الوقت من الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله تعالى. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام برنامج من حقك, نلتقي وإياكم في نفس الموعد من الأسبوع القادم يوم الأربعاء من الثالثة إلى الرابعة. كنت معكم من خلف المايك فؤاد الأهدل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.